السلام لك وللمشاهدين. بداية يجب التذكير أنه لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا بغياب الإدارة الذاتية. لا يمكن أيضا لا يمكن أن ينوب أحد عن الإدارة الذاتية في إيجاد حل للمنطقة أو في التفاوض بالنيابة عنهم. هذا أمر أعتقد مفروض ويجب الانتباه إليه. ثانيا، ان لقد تحدث قائد قوات سوريا الديمقراطيه ان العمليه السياسيه في سوريا شبه متوقفه الان، ولا يوجد امل في الافق او حل في الافق القريب القادم لايجاد او للدخول في شكل لحل في سوريا. وهذا الامر واضح جدا، الجمود واضح، وما حدث في جنيف مؤخرا من محاوله اظهار شكل لحل سوري ما لحل الأزمة السورية إنما كان هو الشكل الذي اقترحه ضامنو الأستانة. ولكن والغريب في الأمر أن جير بيدرسون ممثل الأمم المتحدة في الملف السوري تحمل عبء هذا الحل وصولا إلى الكبير الذي حصل فيه. خطاب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية يأتي اليوم في ظل الجمود الكامل فيما يتعلق بالحل السوري أو في العمليات السورية أو جمود الوضع السوري الحالي. نعم أستاذ طالب، الإشارات التي أراد إيصالها القائد مظلوم عبدي كيف تفهم في سياق التغييرات على الساحة الإقليمية؟ أعتقد هناك تغييرات على الساحة الإقليمية جوهرها بالأساس ما يتم التفاوض حوله الآن لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني، وما ينعكس إيجابا أو سلبا على الساحة السورية. هذا من جانب. من جانب آخر، على أرضية التنافس وانتهاز الفرص التي تقوم بها تركيا بشكل دائم وعملها بين خطي الخلاف الروسي الغربي. انتهاز الفرص التركي دائما يحقق بشكل ما دافعا لنفوذ تركي آخر في سوريا، ويأتي أيضا في سياق إعادة تأهيل النظام عبر إجراء انتخابات رئاسية قادمة في نهاية هذا الشهر. مع كل ما رشح في الإعلام الغربي وفي المواقف الغربية من رفض هذه الانتخابات لأنها تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالشأن السوري وعلى رأسها القرار 2254. إذن سياق الكلام يأتي في ظل هذه التغييرات التي يمكن أن تتأثر إيجابا أو سلبيا في الداخل السوري. طيب، أيضا تأكيد مظلوم عبدي على دعم قوات التحالف الدولي لقسد والإدارة الذاتية. مفهوم أن دعم التحالف الدولي لقسد هو عسكري ولوجستي، ولكن موضوع دعم الإدارة الذاتية هل هو دعم سياسي أم اقتصادي؟ لأن هناك سمعنا كثيرا من الإدارة الأمريكية بدعم الإدارة الذاتية، لكن هل طبق أو شاهدتم أي شيء على أرض الواقع من هذا الدعم؟ أعتقد الحديث الأمريكي الدائم هو على وجود شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، لكن ملفت حديثي مؤخرا خطاب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية عن وجود مساعدة في إعادة الأعمار. بغض النظر عن هذه المسائل، لكن التحالف الغربي مشروط حتى الآن بوجود داعش وباستمرار عملياته وضرورة مكافحته لما له من أثر سلبي على العالم أجمع وليس على مناطق شمال وشرق سوريا. أعتقد عمليات إعادة الإعمار تأتي في مرحلة لاحقة، حين التوصل إلى حل ما في سوريا أو الدخول في نفق الحل. غير ذلك هناك شبه قرار أمريكي بالقطيعة التامة، أمريكي وغربي بالقطيعة التامة مع عملية إعادة الإعمار داخل سوريا إلا إذا استجاب النظام السوري لتنازلات سياسية مطلوبة وفق قرارات الأمم المتحدة أو وفق ما تقتضيه الضرورة. أشكرك جزيل الشكر طالب إبراهيم، ممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا، كنت معنا مباشرة من روتردام.